مسيرة عوائل أمهات الشهداء، مسيرة عارمة، لازم مسيرة كبيرة. اللي داعون بدم أبنائكم نسيتوهم ما ينسون، وحتى ننهي الإفلات من العقاب. وأنا هم داعي بدم ابني، وكلهم يطلعون مو قاعدات بالحوش وقالن ابني شهيد وساكتات، وطلعا احجن بدم أبنائكم نسيتوهم ما ينسون، شلون تنسنهم؟ أبناء مشاهد أحرار كربلاء متضامنين مع أمهات الشهداء في مسيرة 18-11 من أجل كشف قتلة المتظاهرين وإنهاء الإفلات من العقاب. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. 18-11 مسيرة أمهات الشهداء قادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أنا والدة الشهيد عبد القدوس قاسم حسون من محافظة ميسان الذي يعرفه الوطن العراقي. سوف نذهب يوم 18-11 يوم الخميس إلى ساحة التحرير، نطالب بالكشف عن قتلة أولادنا، ونطالب بكل أم وبكل أخ وبكل أخت للشهداء أن يحضر بهذا اليوم العظيم. لا تقعدون ببيوتكم، لا تقعدون ببيوتكم، ولدنا يستاهلون الوقف. مثل ما ضحوا بدمهم احنا لازم نسندهم، لازم نذكرهم، وهذه ذكراهم سترفع من شأنهم والكشف عن القتلة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 18-11 ندعو أمهات الشهداء، نطالب دم أولادنا الأبرار الشهداء بدمهم، نطالب بدمهم. أنا أم الشهيد علي العامري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. الموضوع مثل ما شاهدتم مشاهدينا في بداية الحلقة، دعوات للمشاركة في هذه المسيرة الحاشدة، في هذه التظاهرة التي دعت إليها أمهات شهداء ثورة تشرين وكثير من ذوي هؤلاء الشهداء الذين يقدر عددهم بأكثر من 1000 شهيد ضمن هذه الثورة التي انطلقت في عام 2019، للمطالبة بإسقاط هذا النظام، للمطالبة بإزاحة هذه الأحزاب الفاسدة بميليشياتها بمسؤوليها ونوابها وكل من ارتبط بحكومات الاحتلال وهذه الأحزاب التي دمرت البلد كما يقول العراقيون. إذن الدعوات ليوم الخميس المصادف 18 من شهر نوفمبر 2021، دعوات للنزول إلى ساحة التحرير للتأكيد على مطالب ثورة تشرين، للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين، للمطالبة بالكشف عن نتائج التحقيقات إن وجدت التي ادعت حكومة الكاظمي أنها قامت ب تنفيذها وإجراءاتها ووعدت سابقا بالكشف عن قتلة المتظاهرين، لكن جاء الكاظمي ورحل الكاظمي والآن هو مجرد شخص في حكومة تصريف الأعمال، ومع هذا لم يحقق ولم ينفذ الوعود التي أطلقها لذوي الشهداء وللمتظاهرين بالكشف عن قتلتهم، بالكشف عن من سفك دماء المتظاهرين في ثورة تشرين. نستقبل أول اتصال معنا السيد أبو مصطفى من المثنى، تفضل يا أبو مصطفى حياك الله. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. على مشاهديكم، غدا سوف تطلق إن شاء الله صرخة مدوية بوجه الأحزاب والميليشيات والعصابات التي أوغلت بدماء الشعب العراقي الأعزل حينما أطلقت أول إطلاقات الرصاص على الصدور العارية للشباب، وجعلت منهم أكبار الفداء لهذا الوطن الجريح. فنقول للقضاء العراقي يعني اللي يمثله فهد زيدان الذي يجلس الآن مع الأحزاب والميليشيات ويتفاوض ويقوم بزيارة العزاء وتقديم العزاء لشخص
سقط قبل الفترة من الأحزاب الفاسدة والميليشيات، ويغض النظر عن ويغض الطرف ويغض النظر عن الشباب العزل الذين قتلوا في ساحات الاحتجاج والتظاهرات وبدم بارد. فحقيقة صحيح أن سنقوم بهذه الصرخة، ولكن لا حياة له من تنادي، لأن القضاء أثبت فعليا وعلى رأسهم العصابات والذين يحكمون هذا يعني السلطة المتنفذة القضائية اللي احنا كنا نعول عليها بصراحة، ولكن سقطت في أحضان الميليشيات والعصابات. وحتى سيد أبو مصطفى، حسب علمي حضرتك ناشط في التظاهرات في ثورة تشرين. بالضبط. طيب لمن توجهون أصابع الاتهام في استهداف الناشطين والمتظاهرين؟ يعني من هي الجهة اللي قامت باستهداف الناشطين والمتظاهرين في الثورة؟ لأن هذا السؤال مرتبط بسؤال آخر سأتيه بعد قليل، لكن لو سمحت اختصر لي، لمن توجهون أصابع الاتهام؟ حقيقة أصابع الاتهام الأولى التي نوجهها إلى الحكومة العراقية، القضاء العراقي. طيب. لأن الميليشيات ليس لهم يعني راجع بقتل الشباب وبقتل المتظاهرين، لكن هناك من يحاسب، لا يوجد أي حساب ولا أي عقاب. يعني بحسب ما فهمت من كلامك أنه أنت تتهم الحكومة لأنها لم تستطع حماية المتظاهرين من الميليشيات. بالضبط. إذن بالنهاية الميليشيات طرف. نعم، بالنهاية الميليشيات طرف باستهداف المتظاهرين. بهاي النقطة هنا يأتي السؤال الثاني، إذا كانت هذه الميليشيات هي الطرف الثالث وهي التي قامت باستهداف المتظاهرين، لماذا اليوم نراهم يتظاهرون؟ لماذا نراهم يشاركون بالعملية السياسية؟ لماذا نراهم يلتقون بالمسؤولين ولا توجد حكومة تلقي القبض عليهم تحاسبهم على ما ارتكبوا من انتهاكات ضد المتظاهرين؟ عزيزي أستاذ محمد، من هوان الدنيا ومن هوان من يحكم العراق ومن يكون له صوت العالي من الميليشيات والأحزاب على رأسهم قيس القزعدي المجرم وهادي العامري الفاسي ومقتدى الصقر الذي كان دائما بطبعات القاء يقتلون الشباب بدم بارد، وكل هؤلاء في بندقه واحده في قتل الشعب العراقي. هم مشتركين بالحكومه ولديهم ميليشيات، يعني على تغرب، يعني هم لديهم بالحكومه جيش وشرطه وكل هم من عندهم وبيهم، وبعدين عندهم ميليشيات الى هذا الحد خايفين من الشعب العراقي. ليش لغاية اللحظة لم يتم الكشف؟ لماذا لم يتم الكشف عن قتلة المتظاهرين رغم وعود مصطفى الكاظمي بإبراز نتائج التحقيقات للرأي العام والكشف عن قتلة المتظاهرين ودق على صدره في أكثر من مجلس عزاء أو زار بيوت ذوي بعض النشطاء البارزين في التظاهرات وصحفيين حتى، لماذا لم يخرج بنتائج التحقيقات ويكشف عن هوية الأشخاص؟ عزيزي جميعهم مشتركين في عمليات القتل والنهي والفساد. إذا انطلقت شرارة واحد بكشف أحد هذه الحلقات سوف يكشف جميع المنظومة وسوف يسقط جميع النظام. نعم. لا نظام، هو أصلا ما موجود نظام، لا قضاء لا حكومة يعني تسير أمور. يا أخي يا عزيزي، أين تقوم القضاء إذا كانت القاضي دجاجة؟ إلى أين تشتكي حبة القمح؟ أخي هؤلاء يعني قتل قرد في هذا مسألة لا تختبر، وقت الشعب الأعزل المسألة فيها نظر. يا أخي هم جاي يكيلون ذكيالين، يعني ناس طالع على مصالحهم وعلى مكاسبهم وعلى حسابهم وعلى مناصبهم، ها قتل واحد قارب الدنيا ولم تقعد، وعندما ينقتل 800 شخص الشباب يسمعون ثم روس خلفوهم، ها وينجح 20 ألف
لن يحركوا ساكنا، هؤلاء متآمرين على الشعب العراقي، عملاء أقلديتهم عملاء يا أخي. طيب أشكرك يا أبو مصطفى من المثنى، ويانا السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من خلال قناتكم الحرة الشريفة أقول تحياتي إلى كل أم شهيد نعم ضحت بابنها، إلى كل أب ضحى بابنه. نعم المناسبة يوم 18 أستاذ محمد إذا سمحت لي فضل. احنا ما نريد بس أم الشهيد تطلع، نريد كل الشعب العراقي، لأن يعني هذا من طلع ما طالب بحقه بس هو، نعم طالب بحق العراقيين. نعم فمن خلال منبركم نريد الناشد الناس كلها اللي عنده غيرة يطلع الظاهر طالب بدمهم دولة. نعم هذول دولة دولة شهداء حقيقيين. نعم ونطالب من السيد الكاظمي اي اذا هو وطني اي يطلع لنا الطرف الثالث، ونريد نطالب بالقتل منهم. هل يعني قاضي النجده ومستر هذول يعني معقوله عم الشعب العراقي بعد ما يضحك على الاستاذ محمد؟ سيد ابو عراق الكاظمي من شهر 5/2020 استلم الحكم، واليوم احنا شهر 11/2021 وهو حاليا في فترة حكومة تصريف اعمال الى ان تأتي حكومة جديدة. وعد بالكشف عن قتلة المتظاهرين ولم يفي بوعده، اليوم يقدر انه يكشف؟ هو اصلا ما كشف عن الجهة التي حاولت اغتياله، هل يستطيع ان يكشف عن الجهات التي قتلت المتظاهرين؟ استاذ محمد مو انت خوش حشيت، اذا اغتياله هو ما قدر يسوي شيء يروح، بس احنا الناشد من كل واحد بجهه امنيه شريف عراقي عنده ولاء للوطن. عمي كافي يا حكومه كافي، وين تجي توصلون بعد هذا الشعب العراقي؟ وين تجي تودونه؟ قال يا ناشد من خلال منبركم هذا الشريف، أناشد على كل عراقي شريف عصيب أن يطلع الظاهر يطالب بدم هذا الشهيد البطل. نعم. اللي ضحى مو من أجله هو. نعم. لولا بأعمارهم بل 15 بل 16 سنة هم مو يتهموهم ولد السفارات وصدام. عمي كافي، عيب عليكم يا حكومة. ما تستحون، ما تخجلون، ذرة غيرة ما عندكم. نعم أشكرك يا سيد أبو عراق من الفلوجة، شكرا لك للمشاركة. ويانا السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يسلمك، أهلا وسهلا، تفضل يا أبو علي. ما أعرف، أنا ما شفت البرنامج. سيد أبو علي، اليوم هناك دعوات من أمهات الشهداء في ثورة تشرين، من ذوي المتظاهرين الذين استشهدوا في هذه الثورة عن طريق قتلهم بسبب الرفض الحزبي والميليشياوي والحكومي لكل من رفع راية نريد وطن، وكل من طالب بإسقاط هذا النظام. يوم غد 18 نوفمبر هناك دعوات للتواجد في ساحة التحرير للمطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين، الكشف عن هوياتهم. احنا اليوم نسأل، نقول انه الحكومة اللي وعدت بالكشف عن قتلة المتظاهرين هي نفس الحكومة التي تم استهدافها من قبل الميليشيات وتمت أو حاولوا اغتيالها، ولم تقم بالكشف عن من حاول اغتيالها لغاية هذه اللحظة. هذه الحكومة هل تستطيع أن تكشف عن قتلة المتظاهرين؟ وكيف يمكنها ذلك وهناك سلاح مرفوع في العراق من قبل هذه الميليشيات وهذه الأحزاب يمنع كشف أي حقيقة موجودة اليوم في العراق؟ نعم، بالنسبة للشعب العراقي لا يعول على هذه العصابات، هذه أنا ما أسميها حكومة، عصابات بالخضراء تابعة إلى إيران، عملاء خونة، لا راح يكشفون القاتل. هو نفس الكاظمي اختار يعني محاولة اغتيال، ها؟ ويعرف منه اللي حاول اغتياله، وما جاي يعني أمام العالم. فأنا أطلب من الشعب العراقي، أنا ما أعرف ليش يعني ليش وقفتوا الثورة، وقفتوا المظاهرات،
انتوا ليش يعني مطالبكم انحلت يعني؟ انا اسال للشعب العراقي ليش وقفت المظاهرات؟ ليش وقفت الثوره؟ الثوره لازم تكون عارمه. سوريا يا عمي ذولا ما راح يطلعون، ما راح يطلعون، ولا تنتظرون من الكاظمي يكشف قتلة الشهداء، قتلة المتظاهرين، ما يكشفهم عمي ولا هو يعرفهم من أم ذولا، ويعرف منه القناطين، ويعرف من الطرف الثالث والطرف العاشر وطرف كلهم هم بيناتهم، بس ما يطلع عمي ما يكشفوها. كيف يمكن لعد إنهاء الإفلات من العقاب في العراق؟ وهي هذه الدعوات ربما الأبرز اليوم اللي يرفعها المواطن العراقي، وهذه الشعارات أنه إنهاء الإفلات من العقاب في هذا البلد، لأنه اليوم كل من لديه السلطة أو السلاح أو القدرة على ارتكاب جريمة ولديه ظهر يستند عليه خلاص انتهى، يفلت من العقاب بكل سهولة، لا قضاء يحاسب، لا حكومة تعاقب، لا حتى هناك يعني نظام معين يمكن أن يقيد هذه الميليشيات أو مرتكبي الانتهاكات في العراق. اليوم الناس كلها خايفة على حياتها، خايفة على أبنائها، تجي عصابة، عشيرة، ميليشيا، بغض النظر من هي هذه الأطراف، ترتكب انتهاك ولا يوجد من يحاسب. الناس اليوم ده تريد الطالب بإنهاء هذا الإفلات من العقاب. الموضوع يعني زاد عن حده، أصبح اليوم العراق عبارة عن غابة. نعم. كيف يمكن كيف أو من يستطيع أن ينهي الإفلات من العقاب في العراق؟ ما حد يستطيع، ما حد. القضاء بيد الميليشيات، السلاح بيد الميليشيات، النفوذ كله بيد الميليشيات. بس أنا أطلب من العراقيين باكر إذا طلعوا مظاهرات إن شاء الله يرفعوا لافتات ها، ويكتبوا يا أمريكا تعالي أخذي ميليشياتك، لأنه أمريكا جابت هاي الميليشيات. بس هم يقولون احنا مقاومة يا ابو علي، يقولون احنا نقاوم الامريكان ونحن لدينا تاريخ حافل ونحن المقاومة العراقية، ونخلي هاي طبعا بين قوسين. هذول العملاء المدللين لامريكا واسرائيل وبريطانيا، هاي الميليشيات في الخضراء وعلى رأسهم المالكة مثلا والكاظمي وهاي كل هالعصابات الخزعلي والعامري والفياض، العملاء المدللين لامريكا واسرائيل وبريطانيا وايران، لا مقاوم جاي قامون علما جاي مقاومون ميليشياتهم يوميه اسرائيل جاي تضربها بسوريا ها وايران واسرائيل جاي تضرب ايران يوميه وين ليش ما يقاومون؟ ليش ما يقاوم هاي اسرائيل عمي ليش ما تروحون تقاومون؟ هم جاي قامون على الناس الابرياء، جاي قامون الناس البسطاء. فاطلبوا يا شعب العراقي رفعوا لافتات وكتبوا يا امريكا تعالي اخذوا ميليشياتكم، امريكا هي مسؤولة الاول والاخير على دمار العراق، هي جابت هاي الميليشيات، ليش امريكا اذا تريد تنهي الميليشيات ما تقدر؟ والله بتليفون واحد تنهيها. نعم. بس هي امريكا مستفادة لان نعم. المال الكاظمي وهاي العصابات جايطون مليارات الدولارات الى امريكا والى اسرائيل والى بريطانيا، حتى بريطانيا والى ايران. طيب اشكرك يا ابو علي من لندن، شكرا لك للمشاركه. ويانا السيد علي من البصره، تفضل يا علي. السيد علي من البصره فقدنا الاتصال. السيد ابو ياسين من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتنا أستاذ محمد. حياك الله يا أبو ياسين. وياك حيدر من البصرة وياك. علي من البصرة، تفضل يا علي. تحياتنا أستاذ محمد العزيز. حياك الله. إن شاء الله. والله أستاذ العزيز السيد الكاظمي هو سوى الأزمة كلها بالعراق. يعني هو السيد الكاظمي هو خلق الأزمة بالعراق وخلى العالم تتكاتل. انت هسه رجال انا مو قد اطلع اطلع من الخضراء قدم استقاله احسن لك. منو البديل؟ طب انت نشوف لنا واحد حتى لو يركب لنا واحد تعبان هم نقبل به. شلون يا يعني ذولا اللي ضحى والدماء اللي سالت حتى بالنهايه يجينا واحد تعبان؟ شنو الفائده العاد؟ يعني هم ما تبي حل، ماكو حل، ماكو حل. يعني سواء ازمه والله العظيم سيد علي، هل تعتقد أنه الكاظمي أو هذه الحكومات، عفنا من الكاظمي من شخصه، حكومات الاحتلال
اللي موجودة واللي قد تأتي فيما بعد. هل تستطيع هذه الحكومات الكشف عن الحقائق الموجودة في العراق وأهمها قتلة المتظاهرين؟ هل تستطيع؟ لا 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 ما أقول لا ما أقول ما أقول. ليش؟ هم بينات المعهد قطاع ثاني. بينات المعهد قطاع ثاني وشغلة بسرعة. يعني أنت تقصد أنه ليس من مصلحة الأحزاب أنه يتم الكشف عن الحقائق لأنه بالنهاية الكل سيتضرر؟ 100% الله موجود. نعم. الله سبحانه أنا مفتوح مغامضة الحمد لله وشكر. نعم. الله بالمرصاد إن شاء الله الله بالمرصاد. شكرا شكرا يا سيد علي من البصرة. هناك مشاهدينا الكرام نقطة مهمة للغاية، الانتخابات الأخيرة التي جرت بعد أن انتهت هذه الانتخابات ورغم التزوير الذي حصل، لكن هذا التزوير كما قلنا سابقا لم يخدم الميليشيات، لأن الميليشيات توقعت أن التزوير سيقوم على خدمتها وبالتالي سيبقيها في هذه الحكومة بمناصب أو مقاعد أكثر. بعد أن انتهت هذه الانتخابات وأعلنت عن النتائج بدأت الاتهامات تذهب هنا وهناك، ومن ضمن الأطراف التي اتهمتها هذه الأحزاب الخاسرة والميليشيات هي الأمم المتحدة ممثليتها في العراق وتحديدا جينيس بلاسخارت مسؤولة أو ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، قالوا بأنها مسؤولة عن التزوير، مزورة كذا، هي التي ساهمت بخسارتنا، هي التي حرفت النتائج والحقائق. ورغم هذا ورغم كل هذه التهم ورغم أن الجميع يعلم أن بلاسخارت حليف وصديق جدا لهذه الميليشيات، أكدت بلاسخارت هذا الكلام وقامت بزيارة قيس الخزعلي. جينين هينس بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق زارت زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي. حقيقة التصرف هذا غير مفهوم، ويعني ننتظر من حضراتكم أن تعطونا آراءكم بهذا الموضوع. هذه الميليشيا المتهمة بقتل العراقيين، المتهمة بتدمير المحافظات المنكوبة، المتهمة بسرقة أموال العراق بتخريبه بإثارة الفتن، تلتقي به بزعيمها ممثلة الأمين العام. أولا ما طبيعة هذه الزيارة؟ ما الهدف من زيارة ممثلة أممية بزعيم ميليشيا؟ ما الهدف من هذه الزيارة؟ لماذا تقوم هذه الممثلة بزيارة زعيم ميليشيا مثل قيس الخزعلي؟ ما طبيعة الحوار الذي سيدور بين هذين الشخصين؟ زعيم ميليشيا لديه كتلة في البرلمان خسر في هذه الانتخابات، ما طبيعة حوار جينين بلاسخارت مع قيس الخزعلي الذي لا يعرف لغة سوى لغة الدم والسلاح؟ طيب معنا أبو ياسين من بغداد، تفضل يا أبو ياسين حياك الله. تحياتي لك أخوي القناة الرافدين. أهلا وسهلا أخي. أمهات الشهداء هنا زمن الكاظمي، هو الكاظمي هو ابن تفريش العراق. فأخي هم كلهم من تفقين اتفاق واحد. نعم. كلهم من مقتدى خيس الخزعلي، أنا ما سمي خيس، خيس يعني خيس هو خيس الخزعلي والكاظمي والقبلة والمالكي أخي ومقتدى كلهم من تفقين اتفاق واحد بتفريش العراق وقتل العراقيين. نعم. زين أنتوا يعني انتوا الناس طلعت تظاهر من اجل العراق، من اجل يريدون العراق يعني يريدون وطن اخي بالحكم يعني. وكلكم بلشتوا بهم قتلتوهم كلهم الاحزاب مقتدى والكاظمي ومن قتلوا هذول قاسم سليمان وهذا الثاني هذا اللي فلشوا المحافظات قبلوا العراقيين. نعم. كلها طلعت اللي تسمى يهددون على الاساس او يهددون امريكا. كلهم وجوههم نشوفها بالتلفاز طلعت مقلبه وسوفه زين هذول فلشوا المحافظات وقتلوا العراقيين وقتلوا الزراعه والصناعه وسرقوا الافطه وطلعتوا هيك تدعون بيهم. زين هذول يريدون وطن. يلا وينكم؟ انت تريد وطن يعني انتم منتجين قتل انتم ودمرتوا للبلد. فاخي هاي الاحزاب والحكومات كلها انكشفت 100% شو وقت من قامت ثورة 20. نعم. ثورة 20 هي شغل عن ثورة 20. سيد أبو ياسين هناك مشهد. نعم. هناك مشهد حدث خلال الأيام أو الأسابيع القليلة التي مضت بعد الاشتباكات التي حصلت بين
أنصار الميليشيات أو أتباع الميليشيات الذين يتظاهرون بشأن المناصب من أجل المناصب، الاشتباكات مع القوات الأمنية طبعا سقط لهم قتلى، وأقاموا مجالس عزاء صوان وخيمة وشوادر من هالكلام. جاء مسؤولون ضمن هذه الحكومة بغض النظر من أي محافظة، جاءوا ومناصبهم ولديهم مشاركة في هذه العمليات السياسية السابقة، يعزون الميليشيات بقتلاهم، في حين لم يأتي أحد منهم إطلاقا لأي مجلس عزاء نصب لثوار تشرين. هل هؤلاء هم المسؤولون الذين ينتظر العراق منهم خيرا؟ ينتظر منهم العراقيون بناء العراق؟ يعزون القتلة ولا يعزون المقتولين أو ذويهم؟ أنا قلت لك كلهم منتفقين والله، هم ربع الفزعة لي، وهاي سووها تمثيلية، هاي سووها تمثيلية على أساس انضراب الكاظمي، وشوفوني أنا ضد أحزاب والله يا أخي، مسرحية هاي. أو يعني هم لو يريدون يكتون الكاظمي يندلون بيته، يندلون بيته شنو عود بيته وضربوا سيارته، وشوفون وشنو الكاظمي يعني عود يبين للشعب انه انا زين، وهاي الاحزاب اخي والله تمثيليه يعني يضحون بالكم حزب من اجل واحد يبرز على مود يضل يمدد لهم. نعم طيب، وهاي ما شهداء يضحون، هم يضحون بهاي الميليشيات، يقول لك هذول مزابل، بس اهم شيء نمشي المسيره مالتنا اللي احنا نريدها. وصلت الفكره يا ابو ياسين من بغداد، اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه ويانا. ابو حيدر من أربيل، تفضل يا أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ شلونك يا أب؟ حياك الله، أهلا وسهلا. هسا أنت تخليني أحكي يا أخوي، قلبنا والله خلاص، والله قلبنا خلاص. يقول لك كاظمي يا أخوي، أنت جيت تسوي لي دولار ألف وقريب لخمسمائة، ما انت جيت ترحمنا، ولك انت دمرت الكائنات كلها. نعم يعني قبل كان واحد يقدر اللي يشتري زيت بس ربعه، هسه ما يشتري الا ب 3000، ولك بابا انت جيت تسوي بينا. نعم. انت جيت تسوي الدولار الف، انت جاي لو تيجي تخدم هذا البلد يا اخويا ما تسوي الدولار هالقد، وانت قضيه هاي الميليشيات وما ادري شنو يا أخويا من 2003 هاي أمريكا. نعم. جابت هذولا لقتل السني والشيعي. نعم. لقتل هذا البلد. اي احنا شو مسوين للأمريكا؟ اي احنا بس اريد شعب العراقي، العراق سوى الأمريكا. يا أخي بس هاي قسمتنا هاي. نعم. يعني منو تلزم؟ تلزم المالكي، تلزم هذول أخي والله ما أعرف شو شكلهم، والله ما اريد هذول. طيب هذول انت حضرتك تفضلت بكل هذا الكلام، لكن يبقى السؤال، شنو الحل؟ الحل والله راح اعطيك الحل. تفضل. والله لا اعطيك الحل، حل رجوعنا الى الله. رجوع الى الله بس. نعم. هذا الحل مالنا والله. نعم. العظيم نرجع الى الله، والله هذول يظنون لا نريد مو أمريكا، تعرف شنو أخوي، تعرف دارستها الأمور. أسا إيران نعم. والله تقتل بالشيعة كأنه عبالة قاتلة، يعني يعني ما إنسان. نعم. والله لحد الآن ما ماخذ السعر مالتها مال الحرب الإيرانية. نعم. إيران يسوون مؤتمرات إسلامية، ولك يا إسلام هذول أخوي العزيز، والله خليتني يعني أحكي. أنا من حركة قلبي أنا. نعم. هذا البلد أنا الناس يقولوا ليش أنت مقهور، والله أقول مقهور على هذا البلد. نعم. يا ذولا ما نشوف أي خير من عدوهم، لا والله، إلا الله عز وجل يأخذ وجوهم القذرة النجسة هذولا. وأنا أشكرك أخويا. شكرا جزيلا سيد أبو حيدر من أربيل على المشاركة. ويانا سيد أبو علي من أبو غريب، فضل يا أبو علي، أهلا وسهلا، حياك الله. السيد أبو علي من أبو غريب موجود؟ يبدو غير موجود. السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح.
السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. يعني الموضوع الرئيسي يمكن على الميليشيات او الازمه الاقتصاديه. نعم، الموضوع الرئيسي هو اصلا عن الدعوات للمشاركه في المسيره يوم غد والتظاهر في ساحه التحرير من قبل ذوي الشهداء في ثوره تشرين تحديدا، للمطالبه بالقصاص من القتله والكشف عن هويه من قتل المتظاهرين في ثوره تشرين. احنا يعني بس عفوا احنا نسال، هل توجد ضمن هذه الحكومة أي شخص، هل يوجد أي شخص ضمن هذه السلطة قادر على الكشف عن هوية القتلة، ولماذا لم يتم الكشف رغم الوعود السابقة؟ تفضل. بالنسبة لذوي شهداء ثورة تشرين، احنا كلنا كعراقيين نعرف من الجاني ومن القاتل ومن اللي جاي يحميه. القتلة اللي يسموهم طرف ثالث والقبعات الزرق ومرات يشمروهم على الميليشيات، هم كلهم تابعين إلى هيئة الحشد، وهيئة الحشد ارتباطها برئيس الوزراء، فما معقولة مصطفى الكاظمي راح يغرد خارج السرب اللي موجود أو يطلع يسوي فتنة بين اللي موجودين الأحزاب الرئيسية. ظل صامت مصطفى الكاظمي ويعرف، لأن كان على جهاز المخابرات يعرف من الجنات الحقيقيين وراء كل الاغتيالات. فمصطفى الكاظمي وفايق زيدان هم المسؤولين الأول والأخير على كل الجرائم اللي صارت بالضد من أخوتنا في الجنوب. نعم. فالكشف عن الجنات يعني هاي تعتبر تدمير العملية السياسية، لأن هم الجنات من هم بدر والعصائب وحزب الله والنجباء وسرايا السلام. يعني على هذا الكلام مستحيل يكشف عن أي قضية، عن أي حقيقة في العراق. أبداً مستحيل. من 2003 ولحد الآن أتحداهم النزاهة والمفتش العام والقضاء ورئيس الوزراء إذا قدر يحاسب جاني أو فاسد أو ملف فتح ملف الملفات الحقيقية القوية الكبيرة. حتى بقدوم التيار الصدري؟ حتى بقدوم مقتدى الصدر، هو مو رجل دين، هو جزء من العملية السياسية وهو مشارك بالعملية السياسية، وإذا ما صار من عند رئيس وزراء بالمراحل السابقة هو أيد للمالكي بالمرحلة الأولى وأيد يعني إلا موافقته ومباركته، لأن هو جزء من الانتخابات وعنده كتلة. فمقتدى الصدر جزء من عملية سياسية وهو هو هو حال حالهم. فاحنا هسه حاليا احنا لا القضاء يقدر يكشف عن الجنات، لان الجنات هذول هم رجال دوله يعتبرون، رئاسه الوزراء باجاتهم وكلهم تابعين الى 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 الحشد، وكلهم محميين من قبل هادي العامري وابو فدك وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر، فشلون يكشفون على الجنات؟ لكن اهالي الشهداء كلنا احنا نعرف ان الجنات هم تابعين الى ميليشيا الحشد، فما حد يقدر يكشف اوراق حقيقيه وتحقيقيه، يعني لين راح تنصدم الناس كلها. فأمريكا الصمت الأمريكي للاحتلال الإيراني، هم اثنيناتهم احتلال، شنو هذا الصمت؟ يعني تعرفوهم كلهم ناس مجرمين وقتلة. سؤال بهذا الخصوص سيد صباح، يستطيعون يبنون طابوقة بالعراق. الأمم المتحدة الممثلة الخاصة للأمين العام هي أصلا دورها إنساني، دورها معني بمراقبة الأوضاع في العراق، الوقوف على الحقائق، مساعدة العراقيين، لكن جنان بلاسخارت وكل أعضاء هذه المفوضية لم يقوموا إلا على خدمة هذه الميليشيات ولقائهم والحديث معهم وآخرها زيارة الخزعلي. أنا طرحت سؤال، ما طبيعة الحوار الذي قد يكون دائرا أو دار بين الخزعلي وبلاسخارت؟ يعني هو زعيم ميليشيا وهي ممثلة أممية، ما طبيعة الحوار أو ما أسباب الزيارة؟ طبعا احنا هي الممثله الامميه من تلتقي بابو فدك سابقا والتقت بقيس الخزعلي حاليا، هذا يدل على انها شخصيه غير يعني غير انسانيه. من تلتقي بالجنات والقتله وكل المجتمع العربي يعرف ان قيس الخزعلي وابو فدك ناس مجرمين وقتله، من راحت التقت بهم وعافت ثوار تشرين ما التقت بهم وعافت المخيمات الموجوده للنازحين العراقيين داخل العراق ما راحت التقت بهم، ولا راحت التقت بناس وطنيين او معارضه عراقيه حقيقيه فهمت من عندها ما يدور بالعراق. من تلتقي بقيس الخزعلي، هذا تأييد لقيس الخزعلي، يقول لك انا الامم المتحده ممثله التقيت بها، واذا هذا تأييد من عندها ان قيس الخزعلي شخصيه سياسيه، وهو بالعكس هو شخص مجرم قاتل. يعني حكاها مقتدى الصدر، قال قتلهم اخوه اغتال 1500 شخص ذيك الفتره، وظل لحد الان يقتال هذا قيس الخزعلي. فالامم المتحده
يعني شريكة كل ما يدور بالعراق، لأن ما نقلت الحقائق من قمع وقتل وتهجير واغتيالات، ما نقلت الحقائق الموجودة بالشارع العراقي إلى الأمم المتحدة، بالعكس هي تروح تلتقي بالجنات والقتلة. هذا فشيء يدل على أنها إنسانة يعني حقيرة ومساندة بالجرم ومشاركة بالجرم، يعني ساكتة على كل الجرائم اللي جاي تدور بالشعب العراقي. فهي يعني مع الأسف عليها. صباح أشكر حضرتك للمشاركة، وصلت الفكرة. ضياء من الفلوجة، أهلا بك يا سيد ضياء، تفضل. شلون الصحة؟ حياك الله. شو أخبارك؟ شلونك؟ الله يسلمك، الحمد لله، تفضل يا ضياء. والله سالي تحياتي لك والقناة الرافدية. الله يسلمك. والله سالي احنا موضوعنا يعني تبري المظاهرات يعني والله يا أخي ذولا هم أخوتنا وإحنا العراقيين لحمة واحدة، وإحنا هم اليوم نعزي الأستاذ محمد ركان ب وفاه عمه. انت تقول على ذول اخوتنا، من هم تقصد يعني؟ هم هذول المظاهرين كلهم اخوتنا، احنا لحمه واحده. انا الفلوجه خالد، هذول كلهم اخوتنا. شنو رايك بالدعوات اللي دعت اليها امهات الشهداء وذوي المعتقلين للتظاهر يوم غد باكر بساحه التحرير للمطالبه بالكشف عن قتله المتظاهرين؟ شنو رايك بهذه الدعوات؟ نعم استاذ، هذا حق والله. احنا اكو ناس مظلومه استاذ. اي نعم يا ضياء، اكو ناس، نعم اكو ناس مظلومه. احنا لا يسوي الظالم ويا المظلوم، اكو ناس انظلمت واكو ناس راح الشهداء، واني احيي كلهم ام شهيده بالعراق. يا استاذ احنا شريد نريد الامن والامان وحقوق هاي الناس. ترى انا فلوس اخسر، احنا قبلك هم انضرينا بالمظاهرات وتهجرنا وراحت، وقلنا الحمد لله هسه الله عوضها. ثم الاستاذ طيب محمد ركان والله نعم. شوف سيده، انت تريد تشكر محمد الحلبوسي صح؟ انا اشكر الطيب والنزيه استاذ، انا ما رجال لا من طين، بس ماشي ماشي. انا بس يعني خلاصه كلامك انت تشكر والله بارك لنا بمحمد الحلبوسي، ما ادري شنو صح هذا الكلام. والله الرجل للامانه ما منطين، انا افكر واحد بالجرمة ترى خاف. والله مو على انطاك ومنطاك، انا بس بدي اسالك انت هذا الكلام بالامر. انا مدى اقول انطاك ولا منطاك، انا هذا الكلام ما يخصني ما اعرف بالحقيقه شيء، لكن سالتك انت ده تمدح بمحمد الحلبوسي، انا عندي سؤال. محمد الحلبوسي ما الذي قدمه للنازحين في المخيمات، للمهجرين؟ ما الذي قدمه ل العائلات المنكوبة المفجوعة بأبنائها وغيرها بالمحافظات المنكوبة اللي تدمرت بسبب العمليات العسكرية؟ سؤالهم. نعم والله الرجل بالأمان أستاذ، والله بالأنبار أنا شوف عيني يعني أطلق. أنا بكية والله أشتغل على والله رجل للأنبار اشتغل من شان محافظ، وهسه صاعد من رئيس الرمال للأمانة. هسه أنا هذا ما يخصني هذا الكلام. أنا وطبعا هاي لها قصة ثانية، ما شلون صاعد رئيس برلمان، لكن أنا سألت ما الذي قدمه الحلبوسي للعراق؟ عوفك من المحافظات الغربية، هو رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلد، إيش قدم للعراق؟ نعم أستاذ، هسه احنا أبسط شيء المنحة. أي المنحة مالتنا 1.5، هم رجل دم طالبة ونبن طالب مالتنا 1.5 اللي احنا حلالنا راح السيارات. ده الطالبة الرجل دا نقول له دا الرجل، بس احنا نطالبه هو وابو الهجرة والمهجرين. المليون ونص مال احنا عطنا حلالنا وعطنا سيارات تمام. سوالكم شيء لو بعد تطالبون؟ والله الرجل اوعدنا الرجل للامانه غير يعني احنا طبعا للامانه الاعمار فول. الاعمار بالانبار نطلب طول فول، واحنا نريد ناخذ محافظات. بس جاوبني المناشدات اللي اطلقتوها انتم وغيركم من العوائل اهم وهم عرب تدري وش وعد؟ بس راح اقول لك وعد من الوعود اللي انطاها حتى بس. قال المحافظات محافظاتنا، وهو كان واضح الرجل طلع على المنصة يقول اللي حيمس امن محافظاتنا حنزين شواربه ونكسر ظهره. ورا هذا الحديث، هذا قبل الانتخابات، ورا هذا الحديث بفترة صارت اكو مجزره بمحافظه ديالى من قبل الميليشيات اللي هددت امن المحافظه. شو ما زين شواربهم وكسر ظهرهم؟ والله يا استاذ يعني ما اعرف شو. والله احنا هم هذول هم اخوتنا. اي نعم. انا اشكرك يا ضياء، اشكرك يا ضياء بالضبط. ما حد يعرف شنو الجواب. شكرا يا ضياء من الفلوجه، لانه هم عايشوا هذا البلد
وعود. وعد محمد الحلبوسي شلون صار رئيس برلمان ما حد يعرف، ومسيطر على محافظة الأنبار وينطي للناس وعود. الرجل يقول خوش إنسان وما أدري شنو، بس دا نطالبه وإن شاء الله هو وعدنا خير. حقق من الوعود اللي وعدكم إياها شيء؟ لا طبعا ما جاوب الرجل، وقال بأنه بعد ما محقق لنا شيء. وطلع وشفتوا حضراتكم اللقاء أو هذه المؤتمر اللي سواه، كان ترويج انتخابي أيضا، وحنزين شوارب ونكسر ظهر بعد الانتخابات بأيام. مجزرة في ديالة تنفذها الميليشيات ضمن قرى المقدادية، وتهجير عوائل وحرق قرى وسرقة بيوت، ما سوى أي شيء من هذه الوعود التي أطلقها. ولا يزال هناك الكثير يعانون ضمن محافظة الأنبار من النازحين والمهجرين الذين أجبروا على العودة إلى مناطق غير صالحة ومناطق غير مؤهلة وبيوت مهدمة، ولا يزال هناك الكثير منهم بحاجة إلى دعم إنساني ومادي ودواء وعلاج وغيرها، ولا يوجد أي خدمات أو دعم يقدم لهم من المحافظة وهذا الشخص المسؤول. ويانا أبو علي من أبو غريب، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حياك الله. الله يسلمك يا أبو علي. والله يا أخوي ما زل هاي الأمريكي التقت ويا قيس الخزعلي. أي خلي قيس الخزعلي يقود البلد. ها هي كلهم جابتهم أمريكا. كان قيس الخزعلي ولا مقتدى الصدر ولا مدري شنو، وانت تدري بالناصرية من وقفت على الأمريكان وظلت شهر تقاتل بيهم. شهر بالناصرية تقاتل الأمريكان. بنانا فاتوا على السريع من يا أبو غريب وجو من الرمادي. تدري شو يقولوا الأمريكا؟ اي يقول لك كل يديف تخلصتنا من الطاغية. اي مع احترامه لأهل الأنبار الناس الطيبين. اي قالوا للأمريكي، قال هذول منهم بالضبط منهم بالضبط اللي قالوا؟ نعم من هم؟ أهل الأنبار. أهل الأنبار؟ الأنبار كليتهم مع الطيبين الزينين. أنا أحكي لك الواقع، والأمريكان فاتوا منا من بس لحظة. أهل الأنبار قالوا للأمريكان شكرا لكم حررتونا من الطاغية؟ لا، قال لك كل يا ديفيد عزموهم على أكل، على أكل طول منا أنا بسليمة طول البغداد. طيب يقولوا لك كل يديف تخلصنا من الطاغية، وهاي معلومة كلها مقرب تعرفها. أهل الأنبار والله أهل الأنبار، أنا سمعتها من أهل الأنبار حش الطيبين البيئة. يعني بس لحظة، أنا يعني أرجو المعذرة، هاي النقطة ما دي أفهم بالضبط. أهل الأنبار المن قالوا شكرا خلصتونا من الطاغية؟ قالوا الأمريكا طبوا الجيش الأمريكي. قال أهل الأنبار قالوا للأمريكان شكرا خلصتونا من الطاغية؟ لا، قالوا له كل يا ديفيد كل يا ديفيد خلصتنا من الطاغية. قول شنو؟ كل شنو؟ يقول له كل يا ديفيد خلصتنا من الطاغية سوالو. طيب عموما أنا أشكرك يا أبو علي من أبو غريب، شكرا جزيلا. ما يحتاج الموضوع مزايدات، ما يحتاج أن نقول، قد تكون أنت شهادة حالة، قد تكون شهادة أشخاص أفراد، لكن معلوم جيدا للجميع. الأنبار، صلاح الدين، نينوى وديالة شلون قاوموا الأمريكان وشلون سواهم عبرة لكل دول العالم المحتلة. طبعا أبو شيماء من بغداد، تفضل. محمد حياك الله. محمد هذا طلع عادي. ها أبو شيماء، أبو شيماء من بغداد موجود أبو شيماء، تفضل يا أبو شيماء أسمعك. السيد أبو شيماء من بغداد، فقدنا الاتصال لا أعلم ما السبب. شكرا يا أبو شيماء للمشاركة. طيب طبعا صحيفة عرب نيوز مشاهدينا الكرام تقول إن عناصر ميليشيات الحشد في العراق حشدوا من المقاتلين والأسلحة ما يكفي لأن تشكل تهديدا على غرار حزب الله اللبناني،
وأضافت أيضا أن الميليشيات الموالية لإيران تقاتل للحفاظ على نفوذها داخل العراق وترهب المسؤولين لمنحها صوتا في الحكومة المقبلة. هذا باختصار شديد الواقع في العراق، ميليشيات هي التي تحكم ولا يستطيع أحد أن يحاسبها. وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.